لقد بذلت دولة قطر جهودا كبيرة في الوساطة لوقف هذه الحرب الانتقامية، وبفضل من الله نجحت الجهود المشتركة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الصديقة بين إسرائيل وحركة حماس بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال بين الجانبين، وقد سمحت الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، وستواصل دولة قطر جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما نشيد بما قام به الزملاء من وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من قمة الرياض من جولات واجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين، والتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتحمل مسؤولياته نحو وقف الحرب على غزة وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية عبر حل للدولتين، وهو الحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب وتوافق عليه المجتمع الدولي الذي يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.